مسلسل كامل العدد لسه كنا قاعدين بنتفرج عليه دلوقتي قبل ما نخش الحلقة. المسلسل من الواضح ان هو بيحظى بنسبة مشاهدة محترمة جدا ومتواصلة النجاح ومتصاعدة زي ما بيقول لك، المسلسل عمال واخد كيرف صاعد كده. معانا على التليفون مؤلفة المسلسل رنا ابو ريش، اهلا بيك يا رنا. اهلا بيك يا استاذ يوسف، كل سنه وانت طيب. كله الحمد تمام لله. وانت طيبه، ربنا يخليك يا رب. تمام، عندي بس كلمه. احدى مؤلفتي المسلسل، احدى مؤلفتي انا ويسر طاهر اوكي زميلتي وصديقتي وحبيبتي. متفقين جدا. اقول لك على حاجه، او مبدئيا بقى، انا من مدرسه في الصحافه التلفزيونيه لا تعترف بالالقاب سوى اللقب الاكاديمي، وعليه هتلاقيني قلت لك يا رنا، الا لو عاوزاني اقول لك يا استاذه رنا. لا طبعا، يا خبر ابيض. يبقى انا مش الاستاذ يوسف، متفقين؟ خلاص اوكي. زي الجماعه الاجانب بيقولوا اوبرا، تقول له ازيك يا توم، اهلا يا اوبرا، سلام عليكم، وخلاص مساله بسيطه. رنا كواحده من مؤلفتي المسلسل، ممكن تكلميني عنه وفكره مساله ان احنا بنعمل مسلسل اجتماعي، وانه بقدر ما هو مسلسل فيه خفه الظل لكن في نفس الوقت هو يناقش قضايا حقيقيه. احكي لي بقى. هو احنا عايزين نعمل حاجة يعني شبه الناس، حاجة حقيقية تبقى ريليتبل بالنسبة للمشاهد، يعني يقدر المشاهد يتواصل معاها ويحس انها شبهه، وبتحكي عنه وبتحكي عن جيرانه وبتحكي عن المجتمع بتاعنا، يعني بكل تناقضاته بقى، بمختلف الأعمار اللي عندنا في الحدوتة. فاحنا بنعرض حالة اجتماعية أصبحت موجودة دلوقتي كتير، وفي أسر كتير جدا قادرة تتفاعل مع المسلسل، لأن احنا بنحكي عن عيلة بالجدود، بالأب والأم، بالعيال اللي هم من أعمار مختلفة بمشاكلهم، وفي نفس الوقت من خلال المشاكل الجد دي احنا بنطلع ضحك. حلو. المسلسل فيه ثلاث أجيال صح؟ مظبوط، جدود وأبهات وعيال، والعيال فيهم صغيرين وفيهم اكبر وفيهم شبان. بالظبط بالظبط. ده مسلسل بيبقى منهك جدا في الكتابه بتاعته. ده حقيقي، يعني متعب انك تعملي اشخاص او شخوص لثلاث اجيال بالحوار بتاعهم، وفي نفس الوقت يبقى وصل الاجيال الثلاثه. يعني انا كمشاهد لما اشوف، فالعيال اللي قد ولادي هيبقوا شايفين نفسهم جوه المسلسل، والاصغر هيبقوا شايفين نفسهم، والابهات ابقى انا كمان شايف نفسي في المسلسل، وهكذا. ده بيبقى شيء صعب جدا يا رنا. هو صعب جدا، بس احنا يعني انا ويسر بنحاول نتعامل معاه بمنتهى الصدق، يعني احنا بنحاول ما نتفزلكش زي ما بيقولوا، ونعمل فزلكة في الحوار، ونعمل حاجات مفتعلة على اساس ان دي دراما. احنا على قد ما بسطنا على قد ما وصلنا للناس. صح، عندك حق 100%. بنفكر نفسنا طول الوقت بلسان الشخصيات وبفرق الاجيال، وده هيقول كده وده هيقول كده، وبنسأل، يعني احنا بنسأل التينيجرز كتير، بنسأل ولادنا ولاد اصحابنا. ساعات نعطل في، مش نعطل بس نبقى عايزين نقولها بطريقه الجيل ده مثلا، يعني صح. انت لو حد مثلا لو عايز تقول حاجه مثلا قوي هتقول ازاي، فاهم قصدي؟ شويه تيرمز كده وكلمات مثلا خدناها منهم، اللي هو ما تبصيش، ما تغطش، ما تعملش، يعني بنسالهم، واحنا كمان بنوبزرف، يعني بنبص من اللي حوالينا، اهالينا عاملين ازاي، طريقتهم، عوايدهم، تقاليدهم، مشاكل السن ده ممكن تبقى عامله ازاي، لو حد بيعاني من الوحده او زوجين بيعانوا من الفتور واختلاف الطباع مثلا في سن الستينات، في يعني شويه حاجات كده احنا بنحاول ان احنا نبقى على قد ما نقدر طبيعيين وصادقين فيها. انا بشوف انه اصعب حاجه هي انكم تستخدموا المصطلحات والمفردات والطريقه بتاعت الكلام بتاعه الاجيال الاصغر. يعني انا مثلا سمعت مصطلح غريب عمري ما جمدان، يقول لك مثلا ده جامد، يقول لك الجمدان كله يعني ايه ايه جمدان دي؟ ايوه جامد، انت الاجمد، لكن يقول له مش في جمدانك. ايوه ايه العيال دي؟ يعني كنا زمان بيقول لك يا جامد، قول له انت الاجمد، تمام. أيوة، خلاص. لكن مش في جمدانك، مصطلح غريب ما اعرفش يعني ولفوه ازاي، مش عارف. ايوه وطريقه يا صاحبي ويا زميلي ويا صاحبي ويا زميلي. بالظبط. ولما يحب يتشبحن يقول يا اسطى. بالظبط. طب ليه اسطى يعني؟ بالظبط
بالضبط مش عارف حاجه غريبه بالضبط. احنا بقى بنحاول على قد ما نقدر ان احنا نلاحظ من اللي حوالينا ونسال ونشوف هما بيتكلموا ازاي، بيقولوا ازاي. طب الكلمه دي لو حد مثلا لا في الستينات في السبعينات لا مش هيقول مثلا بيقولوا تملي، بيقولوا لوكاندا، بيقولوا يعني بنخلي بالنا شويه من اسلوب الكلام بتاع مختلف الاعمار اللي عندنا صح. عشان بس نبقى صادقين وكل حد لما وهو بيتفرج يحس ان احنا مش بعيد عنه، يعني ان احنا قريبين. صحيح 100%. شدوا حيلكم يا رنا، المسلسل ما شاء الله يعني اكيد انت ادرى مني ومتابعه بيتكتب عنه ازاي، سواء اذا كان على السوشيال ميديا او في الاراء النقديه، يعني المسلسل ما شاء الله محقق نجاح. شدوا حيلكم والف مبروك، ومنتظرين منكم دايما الاجمل والاقوى والاجمد والجمدان وكل المصطلحات اللي انا ما اعرفهاش. شكرا جدا على المداخله اللطيفه دي. لا ده احنا اللي شكرا ليك، وكل سنه وانتم طيبين. وانت طيبه ورمضان كريم عليكي. كل الشكر المؤلفه رنا ابو ريش، احدى مؤلفتي مسلسل كامل العدد.